وهذه الزيارة زيارة إمبراطور هايلي سلاسي لمنطقة دريشيكسين، وهو زار واستقبله هذا الإمام. الإمام الدرة هي تدار بالإمامة، إمامة المشايخ المحليين، وهذا الإمام الأخير في منطقة دريشيكسين اسمه شيخ حاج محمود. الإمام حاج محمود معروف إمام حاج محمود، واستقبل الإمبراطور هايلي سلاسي في دره، وكان ما كان لبس الجزمة، كلاهما ماشين في منطقة الطهارة بدون جزمة. هذه زيارة التي تمت في تلك المنطقة. وهذا شيك محمد جيلي معروف أيضا، شيك تعرفون شيك محمد جيلي رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامي عند زيارته لمدرسة أبادر ويعطي جائزة. وهذه بقايا العلماء مما يستخدمه العلماء، وهذا مثلا للشيخ جوهر ابن حيدر. شيخ جوهر ابن حيدر شيخ معروف في القرية التي رأيتم صورتها في شونكي، وله مؤلفات كثيرة، وهو ينير ليالي رمضان بقصائده في كل مناطق إثيوبيا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين من قصائده، وعليك ربنا بحسن الختام يا ربنا بحسن الختام من قصائد شيخ جوهر ابن حيدر، وهذه من مخلفات اللي تركها وراءه مما خلفه. نعم. وهذا الآن ندخل في جناح السلاطين الذين كان لهم دور كبير في القرن العشرين وفي القرن التاسع عشر أيضا، وعلى رأسهم إمام سلطان جمة، سلطان أبا جفار، والذي وهو غني عن التعريف ومشهور في كل مناطق إثيوبيا، له دور كبير وجاء مع العلماء لأنه له إسهامات كبيرة في خدمة العلماء وتسهيل الأمور لهم وتجهيز منطقة خاصة لهم وإنفاق عليهم، وهذا قصره في منطقة جمة. وسلاطين كذلك، هناك سلاطين كثر، ومنهم الشيخ محمد شيخ حجلة، الشيخ حسن محمد، وهو أيضا من كبار العلماء السلاطين الموجودين في الغرب، في غرب إثيوبيا في منطقة بني شانغول، وهذا قصره في أديس، كان له قصرا في أديس، وكان يساهم في بناء الدولة، له مساهمات في بناء الدولة وتأسيسها وحفظ أمنها، كلاهما كانوا لهم أدوار كبيرة. والسلاطين الآخرين من منطقة تعرف من منطقة عفر، سلطان محمد يايو، سلطان علي ميرا، وهؤلاء أيضا مشهورون في بلدنا، قصتهم منتشرة ولهم مساهمات كبيرة، وخاصة سلطان علي ميرا من السلاطين المحبوبين، وأيضا من العلماء لهم قرابة مع علماء الكبار، ويتراسل مع العلماء بالرسالة ويستفتيهم ويمشي على بدراية من الفقه. يعني هذا من منطقة الصومال، أوغاز روبالي فرج من كبار الشخصيات البارزة في الذين ساهموا. طبعا هناك أناس كثيرين أيضا في إقليم الصومال لهم بصمات كبيرة، مؤلفين وسلاطين وعلماء كثر، هذه نماذج فقط. وإذا ذهبنا إلى الوراء ونرى من كبار الزعماء مثل عبد الله حسن الزعيم الكبير اللي كان في القرن في بداية القرن العشرين، وهذا دجاج ماش عمر سمتر أيضا من منطقة الصومال، له مساهمة كبيرة جدا. وإذا ذهبنا إلى الجنوب، منطقة الجنوب، نرى كبار الشخصيات وكبار العلماء، وعلى رأسهم شيخ عيسى حمزة المعروف الشيخ القطبري. هذا شيخ مناضل، شيخ وطني،
يحب وطنه ويحب أمته وشعبه. تعرف انظر إلى لباسه وهو لبس عسكري، ترى هذه الصورة بلباسه العسكرية، وكان من الذين يدافعون عن البلد. وحضرته إلى الآن تنير الحمد لله، والناس يزورونها وما زالت تعطي عطاها الكريم يعني. وأيضا في منطقة والكتي نجد مركز كبير، مركز علمي أسسه حاج سرور، وهو والد حاج بدر الدين الأبي. حاج بدر الدين، حاج سرور الأبي، حاج بدر، هذه صورة حاج بدر الدين، وهو من كبار العلماء وله مؤلفات في التاريخ وفي الفقه وفي غير ذلك. ووالده أيضا له كتاب في التوحيد، وهو شرحها، الابن شرح وألف أيضا مؤلفات كثيرة، بعض النماذج من التأليفات موجودة هنا. وهذا المسجد أيضا في جنوب إثيوبيا، مسجد الكسو. هذا الكسو منطقة مشهورة، منطقة إسلامية مشهورة في جنوب إثيوبيا، في منطقة سلتي، ويحضرها كثير من الناس سنويا، يحضر هذه المنطقة، وتشير أيضا إلى حضارة إسلامية قائمة في المنطقة. وهنا ترون شيخ سعيد بودلة، شيخ أبريت المعروف بهذا الاسم في منطقة غوراغي، ومن كبار العلماء الذين نشروا الإسلام، ولهم أيضا دور كبير في نشر الطريقة القادرية في المنطقة، مع شيخ سيد الشيخ القطبري، ولهم مساهمة كبيرة. وإذا جئنا إلى الدعوة الإسلامية المعاصرة، مثل جماعة التبليغ، نجد حاجي موسى كيكيا أمير جماعة التبليغ، هذه صورته، والجماعة منتشرة في كل أنحاء الحبشة، مع حاجي شيخ زينو محمد نور، شيخ المقنة وشيخ معروف، مسجده معروف، وهو الذي وهب للجماعة مسجده لينشروا فيه الدعوة. هؤلاء كبار الشخصيات الذين كانت لهم مساهمة وبصمات كبيرة في البلد. والآن نمر مرار الكرام، هذه صور مختلفة، صور مختلفة من حفلات وزيارات رسمية. مثلا هنا نجد حاج عمر حسين عبدو، رئيس محكمة الشرعية القديم، جالسا مع منغستو، مع رئيس منغستو هايلا مريم. وهذه حاج محمد الثاني حبيب وغيره من كبار المشهورين عندما كانوا يزورون القصر الملكي في عهد الإمبراطور. الآن ننتقل إلى قسم المخطوطات التي عرضت في هذا المتحف، والمتحف أيضا يحتوي على مخطوطات إسلامية باللغة العربية وباللغات العجمية. هذه المخطوطات التي كتبت باللغة العربية من مؤلفين خارج إثيوبيا ومؤلفين محليين إثيوبيين أيضا، وهي مكتوبة باليد بالمداد، وهي تعكس الثقافة العلمية في إثيوبيا في الحبشة قبل عصر الطباعة. وكانت الثقافة الإسلامية قوية لأنها كانت تنشر عبر المخطوطات، وهذه نماذج للمخطوطات. وهذه المخطوطة أقدم مخطوطة لدينا، وهي تقريبا تفسير جلال الدين السيوطي، نسخ على يد بعض علماء الحبشة، عمرها 935، يعني القرن 16 الميلادي تقريبا. إذن هذا أقدم مخطوط يوجد لدينا. ومن هدف المتحف هو جمع المخطوطات والتراث المكتوبة أيضا من القرى ومن أماكن مختلفة، نجمعها بالشراء
ونجمعها بالهدايا ونجمعها أيضا بالأمانة. ممكن أن يضعوا لدينا بأمانة ثم يأخذون عندما يريدون. وهذا لأنه هو حفظ للتراث وللثقافة. إذن أما ما تحتوي عليه المخطوطات هذه محتوياتها عدة. عندنا مخطوطات في الفقه، تفسير القرآن الكريم نفسه، في الحديث، وفي الأشعار معاني واللغة العربية نحواً وصرفاً، وخاصة القصائد المحلية الإثيوبية التي نسميها المنظومة، المنظومة بكثرة. وإذن عندنا أنواع هذه مخطوطات دينية، وعندنا غير دينية مثل المخطوطات التي تتعلق بالمنطق وفلسفة والطب. هذا هو. إذن المخطوطات في إثيوبيا لها أصل قديم وهي موجودة منذ القديم. لا يعني أننا عندما نعرض هنا مخطوطة من 935 هجري أنها تبدأ من هنا، وهي موجودة قبل ذلك، لكن نحن ما جمعناه بدأنا من هذا العصر ومتوفر لدينا، ونتوقع أن المخطوطات موجودة منذ القرن الرابع عشر وقبل ذلك، القرن الرابع عشر 15 الميلادي. وتوجد بعض المخطوطات في مدينة هرر وفي يفات التي تشير إلى قرون الوسطى. نحن الآن في جناح النقود. النقود في تاريخ إثيوبيا تبدأ من النقود التي كانت ضربت في عهد أكسوم. عندنا نقود نماذج من مملكة أكسوم، وبعد ذلك أيضا هناك نقود مختلفة استخدمت في الحبشة في عهد الإمارات الإسلامية، مثل النقود التي كانت تستخدم في منطقة داوارو ودارا وغيرها تسمى حنوكا. وبعد ذلك هناك نقود ولم نجد نماذج من حنوكا، ولكن عندنا نماذج من النقود التي تضرب في مدينة هرر المعروفة بأشرف أو أشرفية أو محلق. هذه نقود موجودة كانت تصنع في مدينة هرر ومنتشرة في شرق إفريقيا. سلام عليك. في هذا الجناح نجد كتبا متنوعة، مصاحف للقرآن الكريم، المصاحف الكبيرة والمصاحف الصغيرة التي نسميها أجزاء. وهذه نموذج للأجزاء، وهي مجلدة بالجلد وأوراقها أيضا مقطعة بقطعات صغيرة بألواح صغيرة، وهي تصنع خاصة عند ما يموت شخص في مراسم الأطراح أو في محل التعزية، توزع وتقرأ وتوضع في المساجد كوقف، أو في بيوت الناس أيضا كوقف، وتوقف على المساجد حتى يستخدمه أي إنسان عنده مثلا وفاة أو حصل له شيء، أو يريد أن يتصدق بثواب القرآن على والده أو على والدته. هذه نسميها أجزاء القرآن، نوع من القرآن ولكن بحجم مجزأ بثلاثين جزء ووزعت بهذه الطريقة. والأشياء الأخرى هنا عندنا قصائد، فقه، كتب أخرى، صلوات مثلاً، صلوات، نماذج للصلوات. كما تشاهدون هناك بعض المخطوطات في اللغة العربية بالنحو والصرف وغير ذلك. وهذه مخطوط منتشر في بلدنا، مخطوط تنبيه الأنام، تنبيه الأنام الذي كتبه عبد الجليل القيرواني،
وكتب في قيروان وانتشر عندنا بكثرة، تجده في كل بيت تقريبا، مخطوط في كل بيت. والآن بعدما انتشرت الطباعة أيضا، الطباعة منتشرة وتجدها في كل بيت، يقرأ في 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 مراسم الفرح، وأيضا وعندما يحصل وفاة وأي مناسبة تجمع الناس يقرؤون هذا هذه الصلوات. الحلقات العلمية تبدأ بالكتاتيب، بالحلقات، بحلقة القرآن وبمجلس قبل مجلس العلم نبدأ بحلقة القرآن الكريم التي تدرس فيها المبادئ الإسلامية، القراءة والكتابة والقرآن الكريم ترتيلا. وفي القديم قبل انتشار المصاحف المطبوعة كانوا يبدأون على الألواح، نحن هنا نسميه لوح، تقريبا في كل بلدان، في أكثر البلدان تسمى لوحا. الطالب، كل طالب له لوح واحد يمشي به للمدرسة، أو يضعها في المدرسة أو يمشي بها إلى البيت. كل يكتب له الأستاذ حتى يتدرب على الكتابة، ثم عندما يحفظ ما كتب له يمسحها يغسلها ثم يجفف ويعيد الكتابة عليها، وهكذا حتى يكمل القرآن في القديم لغلاء الأوراق التي تكتب عليها. لا يمكن أن يوفر كل طالب الورقة. لماذا لا يوفر؟ هذا سؤال جيد. الورقة لا تصنع هنا، نحن نتحدث ما قبل عصر الحديث الذي انتشرت فيها المصانع. لا توجد مصنع، لا يوجد مصنع يصنع الورقة هنا في ذلك العصر، ولذا تصدر الأوراق من الخارج. وعندنا نوعين من الورق، ممكن نقول ثلاثة أنواع من الأوراق حسب دراسة المخطوطات الموجودة. هذه الأوراق بعدها صنعت في البلدان العربية، وهذه أوراق قديمة، ومن بداية القرن الخامس، القرن السادس عشر الميلادي، نجد أوراق إيطالية تصدر إلى هنا عبر مصر واليمن إلى إثيوبيا. إذن تصدر وتكون شراؤها غالية. والورق الثالث الأخير في القرن، في بداية القرن العشرين والقرن التاسع، نجد ورق إسطنبولي من تركيا، أنا أوراق تركيا أيضا منتشرة كتبت عليها المخطوطات الإسلامية. ولذا لغلاء الأوراق بداية القرآن تتم على الألواح. هناك من أسرهم فقيرة يكملون القرآن كاملا على هذا، وهم يغسلون مرة أخرى وهكذا إلى أن يكمل. وهذا ممكن ينتقل أحيانا إلى مبادئ العلمية أيضا في المختصرات، إلى مختصر صغير وإلى السفينة وإلى بافضل أيضا حسب اقتصاد الأسرة. وبعد ذلك ينتقلون إلى مجالس العلمية. كما ترون هذه تتم، هذه الأقصاب هي أقلام لكتابة الأوراق، يضعها في المداد ثم يكتب على اللوح أو على الأوراق لتكون مخطوطة. وطبعا الأنوار التي تستخدم مثل هذا النوع وغيره من الشموع تستخدم. وهذه التي ترونها هنا نسميها مسطرة، في حرر يسموها مسطرة لوح، يعني لتسطير الأوراق حتى لا يخرج من السطر، يسطر به ويضع بصمات على الأوراق، وبعد ذلك الخطاط لا يخرج من تلك السطور، يمشي على السطر، لأن الأوراق التي تأتي غير مسطرة، وهي مسطرة في الداخل لكن نراها في العلامات المائية غير ظاهرة، ولذا يستخدمون هذا النوع من الأدوات للتسطير. ولهذا تراهم دقيقين جدا في حفظ الأوزان وفي حفظ الأوراق واستخدام الورق.
هذه هذا قلم يستخدم به للكتابة، يضعونه في دوات المداد ثم بعد ذلك يبدأ به ليكتب، سواء كان على الأوراق أو على الجلد أو على اللوح يستخدمون بهذا. وهذه الآثار التي تشاهدونها هنا وهي من الآثار التي يستخدمونها للعلم وللعبادة. وهذه مسلة نسميها كلي في المنطقة، المسافر عندما يسافر وهي يربطها جيداً ثم يحملها هذه الدوات المائية، يحمل بها الماء للوضوء ثم يزيد عليها هذا المحمل الذي يحمل به الكتب، وهذا يحمل الكتب وصنع لنقل الكتب عندما ينتقل الطالب من البيت إلى المدرسة واحدا، ثانيا لحفظه لتعليقه على الجدار بطريقة محفوظة بعيدة عن الغبار والأشياء الضارة، توضع في هذا هذه المحفظة، في بعض المناطق يسموها خريطة محفظة، وهذا كتاب كما ترون كتاب. نعم مصحف. نعم إذن عندما ينتقل الطالب من مكان إلى مكان يأخذ هذا وهذه مع بعض ويحملها وينتقل ويمشي إلى مكان العلم، وكل أنواع الكتب التي يدرسها، ممكن يكون كتاب كتابين ثلاث كتب. أنواع المسلة كما ترونها من الجلد وأيضا من القش حسب المكان، حسب المادة الخام المتوفرة في المنطقة. الآن نحن في قسم أدوات مختلفة يستخدمها مسلمي الحبشة، طبعا تشاركهم فيها أيضا الأديان الأخرى، ولكن يكثر لدى المسلمين. وهذه مجوهرات للنساء، وهذه جاءت من منطقة خميسة وباتي في ومنطقة عفر اللي يستخدموها بكثرة النساء، وعندهم سوار و جواهر مثل الحبل وغير ذلك. وهنا تجدون أيضا عصايا يستخدمها العلماء وكبار الناس، جمعناها من عدة بيوت لكبار الناس، مثلا هذا عصا لشيخ آدم إمام مسجد أرفغندا، وغير ذلك من العصايا لكبار الشخصيات. واللباس اللي ترونها هنا وهي لباس لكبار العلماء الذين توفوا، مثلا هذا حاجي محمد أمان رئيس محكمة، وغير من كبار الناس حاجي موسى كيكيا، لباس اللي كانوا يستخدموه، والكبار الشخصيات الآن لا نحصر أسماءهم، تجدونها في هذا الجناح. نحن نجمع أيضا آثار كبار الناس، كبار المسؤولين والعلماء والزعماء. مشاهدينا الكرام، هكذا نأتي إلى ختام جولتنا في هذا المتحف، متحف بلال الحبشي، الذي رأينا فيه مختلف الأدوات من التراث الإسلامي من المخطوطات والملبوسات وغيرها. في هذا المتحف رأينا العديد من هذا التراث. نشكر الدكتور حسن محمد كاو لإتاحته لنا الفرصة لزيارة هذا المتحف وشرح لنا في كل أجزاء المتحف، ونشكركم أيضا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.